نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراة. الحمد لله عملنا مباراة كويسة، والمباراة برضو اللي فاتت برضو كنا عاملين مباراة كويسة جدا في بيراميدز، بس الحظ بقى تعادلنا 1-1 في آخر 10 دقايق، بس كانوا عاملين مباراة كويسة، والحارس بتاعي فتحي صد ضربة جزاء وكان هايل في الماتش اللي فات، والماتش اللي قبله برضو في كوكاكولا برضو كان الماتش كويس جدا جدا يعني، وعمل ماتش كويس وكان برضو صد ضربة جزاء، والنهاردة الحمد لله برضو إمكانياته بانت في الملعب، شخصيته بتبان في الملعب، قوي شخصية، بيتكلم كتير ورا الدفاع وبيلعب برجله كويس جدا، والحمد لله رب العالمين، وماشيين في خطة ثابتة بإذن الله، وبإذن الله الماتشات الجاية نبقى برضه فوز بإذن الله، لأن احنا واخدين ماتش بماتش. هو فتحي بيتميز بثباته الانفعالي، عنده ثبات انفعالي كويس جدا وهادي، وبيتعامل مع الكورة بهدوء شديد، وفي نفس الوقت عنده الموجة الانفجارية بتاعته بتبقى قوية جدا مع الكورة، والحمد لله أنت شفت فيه يجي شوطين يعني، شوطة في الشوط الأولاني طلعها من تحت العارضة، والشوطة الثانية دي اللي كانت بقى دي اللي صعبة جدا وعملها كويس قوي يعني، فعلا هو ماشي كويس بخطة ثابتة الحمد لله، وفي تقدم في مزيد ليهم بإذن الله، ومعهم كمان عمر وابو جريشة ومحمد قراني الحمد لله جوان برضو جاية معهم في السكة مع فتحي، وبإذن الله نتميز بالحراس عندنا في الفرقة 2006. الحمد لله احنا كنا نازلين الشوط الثاني عايزين نكسب، اي نعم جه فينا الجون الاولاني فما استعجلناش ولعبنا بالاداء كابتن سامر اللاعب اللي قال لنا عليه، ولعب وعملنا التكتيك بتاعنا، والحمد لله جبنا 4 اجوان في الشوط الثاني. طبعا اللعيبه مثلا ما خدش فيها هدف يعني بتهدى شويه، بس احنا كنا متحمسين ان احنا نجيب الثاني، واللعيبه وشجعنا كلنا بعض، وقلت لهم كلهم يلا يا رجاله، والحمد لله سجلنا الـ4 اهداف.